السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتلاحظوا اليوم عصير ديال الفريز والليمون والبربا اللي هو صحي 100% ومنعش ولذيذ بزاف. عندي هنا الفريز كونجلي والبربا مسلوقة ومحيدين ليها القشرة، والليمون غادي نعصرو. بعد ما قطعنا البربا قطع صغيرة والفريز وعصرنا الليمون، هناخدو الطحال الكهربائي نضيفو الليمون. هنا الليمون تيحيد لينا داك المروره ديال، كاينين شي ناس اللي ما كيتقبلوش المذاق ديال الباربا، الليمون تيعطي واحد المذاق زوين. بالنسبه للتحليه انا هنا ضفت العسل الطبيعي، من الافضل احسن من السكر، ولكم كامل الاختيار. نطحنوا العناصر مع بعضياتها، من بعد ما نطحنوا ندخلوا الثلاجة يبرد. بالنسبة لي أنا هنايا يعني ما احتاجيش ندخلوا الثلاجة لأن كان عندي الفريز بارد. هذا هو العصير اللي حصلت عليه، منعش ولذيذ بزاف ومفيد للجسم. نتمنى أنكم تجربوه وتعجبكم الوصفة ديال اليوم، وشكرا على التتبع ديالكم.